السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صفيه وخليله، إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين وإمام الغر الميامين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وعبد ربه حتى لبى داعية وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب منادية، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء التوحيد والحق والخير والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة، على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. جبريل يسأل والنبي يجيب، دروس في العقيدة والتوحيد أقدمها لأمة الحبيبة بأسلوب جديد في سؤال فريد وجواب سديد، ولم لا؟ والسائل هو جبريل، والمجيب والمعلم والمربي هو النبي الجليل صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من خلال شرحنا لهذا الحديث المبارك الذي رواه الإمام البخاري مختصرا والإمام مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم. واخترنا رواية الإمام مسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي،
أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم، يعني عظم شأنهم، ويذكرون ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه وحدوثه. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الأفاضل، لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى للقاء الثامن على التوالي بحول الله وطوله ومدده، مع هاتين الكلمتين التربويتين الغاليتين لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قوله: حدثني أبي. وقلت: حدثني أبي منهج تربوي مفتقد تحتاج إليه الأمة الآن لأسباب كثيرة. ذكرت من بين هذه الأسباب مجموعة في غاية الأهمية، منها استقالة الأسرة، منها صراع الأدوار في الأسرة بين الأب وبين الأم، منها الفراغ، منها الشارع، منها مناهج التعليم، منها وسائل الإعلام، منها ضعف دور المؤسسة الدينية. وقد تحدثت في هذه الجزئية الخطيرة بالتفصيل في الحلقة الماضية. ومن أخطر الأسباب التي تؤكد حاجة الأمة الآن إلى منهج حدثني أبي، إلى أن يعتني الآباء من جديد بالأبناء والأولاد، وأن يحرص الوالد على أن يتعهد أولاده. من أخطر هذه الأسباب كثرة الفتن، هذا سبب رئيس من الأسباب التي تؤكد حاجتنا الآن إلى هذا المنهج، إلى منهج حدثني أبي، إلى أن يراقب الوالد أولاده، إلى أن ينظر الوالد إلى ولده أو إلى ابنته، إلى طريقة ملبسه، إلى طريقة حديثه وكلامه، إلى قصة شعره، إلى أصحابه، متى يخرج ومتى يرجع، وكيف يقضي الوقت، إلى غير ذلك. من بين هذه الأسباب الخطيرة
كثرة الفتن حول أولادنا في هذا الزمان، فلا يستطيع إنسان عاقل أن ينكر الآن أن أولادنا في أعمارهم المختلفة يعيشون حالة متردية مزرية، يعيشون في بحر اللجي من الفتن. بل إذا أخرج الولد من أولادنا يده لم يكد يراها من ظلام الفتن من حوله، وحينما تمتد إليه يد طاهرة متوضئة لتنتشي له من هذا الغرق المحقق، تجذبه كثير من الأيادي الأخرى الملوثة التي لا تريد لأولادنا أبدا أن يتربوا على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فالفتن حول أولادنا الآن كثيرة، وأنا لا أبالغ إن قلت أنا لا أعرف زمانا انتشرت فيه الفتن بشطريها أو بنوعيها، ألا وهما فتن الشهوات وفتن الشبهات كما سأفصل الآن. لا أعلم زمانا انتشرت فيه الفتن بنوعيها إذ لا ثالث لهما كزمان الإنترنت وزمان الفضائيات. فالفتنة الآن قد تعرض على موقع من مواقع الإنترنت أو على فضائية من الفضائيات فتجوب الأرض كلها في نفس اللحظة تقريبا. يستطيع الآن ولدي وولدك عبر هذه الشبكة العنكبوتية المعروفة بالإنترنت أن يتابع ما يحدث في أي مكان على وجه الأرض، بل هناك مواقع متخصصة في الفتن بنوعيها، في فتن الشهوات والشبهات، مواقع كثيرة بالآلاف بالآلاف تبث الزنا والرذيلة والشهوات والأغاني الخليعة الماجنة، هذه الأفلام التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار. وهناك مواقع أخرى تبث الشبهات، وما أحقر وأخطر الشبهات التي تبث الآن لانتزاع عقيدة التوحيد من قلوب أولادنا. نعم، أنا أقر، أنا أعترف بأن الفتن حول أولادنا في هذا الزمان لا حصر لها ولا عد لها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، أعي حجم النار التي تطوق أولادنا والتي تحرق أولادنا. يستطيع الآن الولد وهو في بيته أن يعيش في الفتنة إن أراد وإن ضعف، إن ضعف إيمانه ويقينه وقلت مراقبته لربه جل وعلا يغرق في مستنقع الرذيلة، في مستنقع الفتنة، يغرق في بحر من بحور الشهوات عن طريق هذه الشاشات الفاضحة الخبيثة أو هذه المواقع الإباحية المجنة، أو يغرق في شباك الشبهات. إما أن يغرق في شباك في بحور الشهوات، وإما أن يسقط في شباك الشبهات. الآن فيه مواقع تعلم أولادنا كيف يصنعون القنبلة، مواقع تعلم أولادنا كيف يكفرون الناس، مواقع تعلم أولادنا كيف يسيئون وهم يعتقدون أنهم ينصرون دين الله تبارك وتعالى. وأنا لا أنكر أن الواقع الذي يعيش فيه أولادنا الآن واقع أليم، زخم الواقع ضاغط بدمائه النازفة وبأشلائه الممزقة، والواقع في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي غيرها يستغل استغلالا شديدا جدا قد يبعد أولادنا عن المنهج الحق. فنحن الآن أمام نوعين خطيرين من الفتن، أمام فتن الشهوات وأمام فتن الشبهات. طيب استنى استنى بس شوية، أنت عملت الفتن الفتن الفتن، مش عارفين يعني إيه الفتن، إيه يعني كلمة فتنة، ما معنى الفتنة؟ خلي بالك من التأصيل ده، ما معنى الفتنة؟
الفتنة أيها الأفاضل في لغة العرب مأخوذة من قول العرب فتنت الذهب والفضة. إيه فتنت؟ يعني إيه؟ فتنت الذهب والفضة، يعني أذبت الذهب والفضة في النار لأميز بين الجيد والرديء. يا الله، كأن ده التأصيل اللغوي للفتنة. نعم، أقول تاني، الفتنة مأخوذة في لغة العرب من قولهم فتنت الذهب والفضة، أي أذبت الذهب والفضة في النار لأميز بين الجيد والرديء. كأن الذهب والنار والفضة حين يصهر الذهب في النار يتميز الذهب الجيد من الذهب الرديء، كذلك الفضة. فجماع معنى الفتن في لغة العرب الابتلاء والاختبار والامتحان. خلي بال حضرتك معايا، جماع معنى الفتن في لغة العرب الابتلاء والاختبار والامتحان. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وهم لا يبتلون، وهم لا يختبرون، وهم لا يمتحنون، وهم لا يتعرضون لهذه المحن والأذى والفتن والابتلاءات ليتميز الجيد من الرديء وليظهر الصادق من الكاذب؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. استنى يا شيخ، هو ربنا جل جلاله لا يعلم الصادق من الكاذب إلا بعد أن يتعرض الصادقون والكاذبون إلى الفتنة؟ كلا كلا، الله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، بل وما لم يكن لو قدر له جل وعلا أن يكون لعلم سبحانه وتعالى كيف كان يكون. طيب، ما الحكمة إذن؟ الحكمة، انتبه لهذا الجواب البديع وعض عليه بالنواجذ. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أي الله جل وعلا يبتلي الخلق ويبتلي العبادة بهذه المحن والفتن والاختبارات والابتلاءات الكثيرة، وسأفصل بعضها الآن بإذن الله جل وعلا ليفرق بين المؤمن الصادق والمؤمن الكاذب، للصف المسلم، للمسلمين، لجماعة المسلمين، ليعلم المسلمون الصادقين من الكاذبين، ليميز المسلمون بين المنافقين وبين المؤمنين، بين من يرفعون الراية وهم يريدون المكاسب المادية الزائلة، وبين من يرفعون الراية وهم يريدون وجه الله جل وعلا، وهم يريدون نصرة الحق بحق. فهناك صنف من الناس يهرج مع المهرجين ويطبل ويزمر مع هؤلاء المتسكعين، يريد المكاسب والشهوات والرغبات والنزوات والمطامع والمطامح، فإذا حقق لنفسه ما يريد فهو سائر على الضرب مع السائرين. أما إن تعرض لفتنة توقف، أقول لك لا عاوز أرب العيال، خليني ماشي جنب الحيط، الحيطان لها ودان، خليك في حالك يا مولانا، بتنفخ في قربة مقطوع، ما انتش هتغير نظام الكون، إلى آخر هذه الكلمات. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير، خلي بالك من القرآن، فإن أصابه خير اطمأن به. تمام، ده طريق الدعوة، ده جميل، مش فيه فلوس وما شاء الله المسائل يعني مفرفشة ومنعنشة وفيه مكانة وفي الشهرة وفي وجاهة والناس خلاص خلينا ماشيين. إنما تأتي الفتن لتميز بين الصادق والكاذب. الصادق يستمر ويثبت، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، يثبت على الطريق. البكاش والنصاب والكذاب والدجال والذي لا يريد إلا الدنيا ولا يريد إلا الشهرة الباطلة الكاذبة ولا يريد إلا المال ولا يريد إلا الوجاهة، مع أول محنة يتوقف. سنة ربانية ليفرق رب البرية بين المؤمنين الصادقين وبين الدجالين المنافقين الكاذبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به،
وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين. اللهم جنبنا الخسران في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. خلي بالك أوي، خلي بالك، مع أول محنة تعرض إليها ينقص على عقبيه، يتخلى عن الطريق، يتخلى عن الطريق، عن طريق الله جل وعلا وعن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأتي الفتن لتظهر الصادقين، الصادق ثابت، اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين الثابتين، ثابت على الدرب، لا يحيد عن الطريق، لا ينقص على عقبيه مهما تعرض للفتن ومهما تعرض للأذى ومهما تعرض للمحن ومهما تعرض للابتلاء. فيملأ قلبه قول ربه جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يملأ قلبه وكيانه وروحه ووجدانه قول ربه جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. الآيات. فلا بد من الفتن والمحن والابتلاءات لتمييز الصف، ثم خذ الثانية، خذ الثانية وما أعظمها وأروعها وأكرمها وأشرفها، ألا وهي ليحاسب الله جل وعلا عباده على ما بدر وصدر منهم من أقوال وأعمال، لا من خلال مقتضى، لا بمقتضى علمه السابق فيهم. يا الله، حضرتك خدت بالك من التانية دي؟ طب أقولها تاني، أقولها تاني، خلي بال حضرتك، أنا قلت لابد من الفتن ليه؟ لي وليك والأولادنا والبناتنا لابد من الفتن ليه؟ قلنا ليتميز الصادق من المنافق والمنافق من الصادق من الكاذب، ليظهر الجيد والرديء، ليظهر لمن؟ لله. الله جل وعلا يعلم ما كان وما كان وما سيكون، وإنما للصف المسلم، للصف المسلم، للجماعة المسلمة، للأمة المسلمة. طيب الثانية، الله جل وعلا يعلم ما أنا فاعله، بل هو الذي خلقني وخلق فعلي، والله خلقكم وما تعملون. وسأبين هذا بإذن الله تعالى في مراتب الإيمان بالقدر، وأنا أتكلم عن أركان الإيمان بإذن الله جل وعلا. فالله خلقني وخلق فعلي. قد يحتج كثير من الخلق بالقدر، يرتكبون المعاصي باسم القدر، ويحتجون على فعل الذنب بالقدر. فالله جل وعلا أراد أن يحاسب العبادة لا على مقتضى علمه فيهم ولا بمقتضى علمه في خلقه وفي عباده، وإنما بمقتضى ما صدر منهم من أقوال وأعمال. يلا، لن تحاسب إلا على قولك، ولن تحاسب إلا على فعلك، والله جل وعلا خلقك وخلق فعلك ويعلم ما أنت قائله وما أنت فاعله، ومع ذلك لا يحاسبك إلا على ما صدر منك من أقوال وأفعال. تمام العدل، بل كمال الفضل، تمام العدل. لو حاسب وعذب أهل سماواته وأرضه لعذبه وهو غير ظالم لهم، لكن كمال الفضل أن يحاسبني على ما صدر مني من قول ومن فعل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ طيب، الفتن كثيرة، قلت لحضرتك تنقسم إلى قسمين: شهوات وشبهات، شهوات وشبهات، لا ثالث لهما. يلا اطرح أي شبهة في ذهنك وسأضعها لك تحت نوع من هذين النوعين. اطرح أي شبهة أو أي شهوة. النساء شهوات، سوء الفهم شبهات، وهكذا. المال شهوات، الفرقة والخلاف شبهات، الضلال عن الحق شبهات، إلى غير ذلك. سأفصل الآن. الفتن دي
لو تعرف حضرتك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم عن خطرها، إزاي تستشعر فعلا خطر ما أؤصله لك الآن. يقول صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بادروا بالأعمال فتنا، يا الله، كقطع الليل المظلم. حضرتك متصور التشبيه النبوي ده؟ بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. والله العظيم لو تفكرت في هذه الكلمات النبوية لوقفت على خطر الفتن كقطع الليل المظلم، يعني لا يكاد الإنسان يرى في هذا الليل المظلم بسواده الحالك يده. كذلك الفتن، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. سلم سلم يا الله. تسمع الحديث مرة تانية؟ تسمع الحديث مرة تانية يا أختاه؟ اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تدبر كلام الصادق. بادروا، يلا بسرعة، سابق الفتن. والعالم يرى الفتن قبل أن تقع وقبل أن تجيء، أما الجاهل لا يراها إلا وهي مدبرة. لا يرى الجاهل الفتن إلا وهي مدبرة، بعدما نزلت وأتت على الأخضر واليابس فين بقى يستيقظ ويرى الفتنة وهي مدبرة. إنما العالم يرى الفتن قبل أن تقع، يرى الفتن قبل أن تقع، لأنه ينظر ببصيرة. يحذر العالم من الفتن قبل وقوعها، حذروا الأولاد وحذروا الشباب، البلاش كده، ده غلط، التفجيرات غلط، والله لا أصل لها في دين الله ولا دليل عليها من كتاب الله جل وعلا ولا من كلام رسول الله. إنما يأتيني كتاب الاغتيالات سنة مهجورة، هذا خلل، هذا خلل. العالم يرى الفتنة قبل أن تقع، يحذر العالم ولا يعنيه، لا يعنيه. العالم لا يريد أن يحقق لذاته مجدا شخصيا، لا يعنيه أن يرضي فلانا أو علانا، لأنه لا يعمل لحساب مخلوق على وجه الأرض، إنما يعمل لله جل وعلا. هذا هو العالم الرباني الصادق الذي يقول ما يرضي ربه تبارك وتعالى وما يدين به لله عز وجل، ولا يعنيه بعد ذلك أن يثني عليه أي أحد أو أن يذمه أي أحد، لأن الذم والمدح لا يضير إن كان من الخلق كل الخلق، لا يضير. إن اجتمع الخلق بالذم فيك لن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله، وإن اجتمع الخلق بالثناء عليك لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله. فالعالم يرى الفتن قبل أن تقع، والجاهل والجهلاء لا يرون الفتن إلا بعد أن تدمر الأخضر واليابس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولطالما ذكرت وكررت، وسأفصل أيضا في موضوع الشبهات، لطالما كررت وذكرت أولادنا وأحبابنا وإخواننا أن الحماس والإخلاص لا يكفيان، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، حتى لا تفسد وأنت تريد الإصلاح، وحتى لا تضر وأنت تريد النفع. والله لا أقولها إلا لله، ولطالما قلتها مرارا وتكرارا، حماسي لدين الله وحده لا يكفي، بل لابد أن يكون منضبطا بالقرآن والسنة بفهم السلف الصالح. إخلاصي لدين الله وحده لا يكفي، بل يكون منضبطا بالقرآن والسنة بفهم السلف الصالح، لأن هؤلاء أعلم الخلق لمراد الله ولمراد الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. لطالما ذكرت بذلك، ولطالما كررت ذلك،
اسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بادروا بالأعمال فتن، يعني سابقوا الفتنة قبل أن تقع بالأعمال الصالحة. ولذلك سبحان الله في أمور الآخرة بادروا، قال الله عز وجل وسارعوا، قال الله عز وجل وسابقوا، إنما في أمور الدنيا فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها، إنما في أمور الآخرة سابق وسارع وبادر، ولا تتردد ولا تتكاسل ولا تسوف ولا تقول سوف. احذروا من الناس صنفين، هكذا كان يقول سلفنا رضوان الله عليهم، احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا قد أعمته دنياه. احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا قد أعمته دنياه. هو لا يرى إلا بهواه، ولا يرى إلا بعينين عمياويتين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يبصر ولا يرى، كما قال ربنا جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، لا يبصرون بها، لا يبصر الحق، لأنه لا يرى إلا ما يهواه، ولا يرى إلا ما يمليه عليه هواه، لأن إلهه الذي يعبده هو الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، على علم، خلي بالك من القرآن، وأضله الله على علم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرة في نفس اليوم، في نفس اليوم، لا يمر عليه يومان، بل في نفس اليوم. في الصباح صلي معاك الفجر، معاك في المسجد الفجر، ابنه من أبنائنا، ابحث عنه في صلاة العشاء مش موجود، طب الفجر لا خلاص، طب العشاء اللي بعدها لا خلاص انتهى، ايه راح فين؟ خلاص. ولا حول ولا قوة إلا بالله، سقط، غرق في بحر من بحور الشهوات، أو سقط في شبكة من شباك الشبهات، خلاص. ولا حول ولا قوة إلا بالله، شهوة باع دينه من أجل عرض من الدنيا حقير، من أجل فيلم داعر أو فاضح أو موقع إباحي قذر، أو من أجل شبهة يتصور من خلالها أنه يقدم روحه لدين الله وأنه ينصر دين الله، ولا يدري أنه يقتل مسلما بريئا وإنسانا بريئا، أو يكفر من لا يستحق التكفير، أو يفسق ويبدع من لا يستحق التفسيق أو التبديع. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يدخل على غرفة من غرف الشات أو غرف الدردشة، خلاص دخل، ما عادش يخرج، ما عادش خرج. كتير أوي من أولادنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، دخل ما عادش خرج. كم من أناس باعوا الدين بدنيا زائلة حقيرة، وخرجوا من الدين بشبهة باطلة مزيفة، وقد يتصور ويعتقد أنه ينصر دين الله جل وعلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه؟ ليه؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، بعرض حقير زائل، ممكن عشان منصب يفرط في الدين، عشان منصب ممكن يخلع زوجته الحجاب، يخلع زوجته الحجاب ويعري ابنته من الحجاب عشان منصب، عشان صفقة يأكل ربا، يأكل حراما، عشان مال يأكل مال يتيم، يأكل في بطنه نارا من أجل المال. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يبيع دينه، يبيع دينه بعرض من الدنيا، بعرض حقير زائل. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستكون فتن، ستكون فتن، يا الله يا الله، صلى الله على الصادق، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. معقول الكلام ده؟ حضرتك متصور ايه الفرق بين القيام والقعود؟ ثواني، لحظات. القاعد سيكون بمأمن من الفتنة يزيد عن قيامه، يعني هذا التوقيت الثانية دي او الثانيتين اللي يجلس فيها الرجل من قيام الى قعود يبقى في مأمن عن الفتن غير اللي واقف. عاوز حضرتك تتصور خطر الفتنة اذا كان الامر كذلك. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، يعني خير من الواقف، والقائم فيها الواقف في مكانه خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، افضل من اللي بيجري بقى، اللي بيسرع للفتنة. اسمع: ومن تشرف لها تستشرف، ومن تشرف لها تستشرف. تشرف يعني ايه؟ يعني تصدى لها وتطلع لها وابرز وجهه لها، مأخوذة من الشرفة، الشرفة اللي هي البلكونة، يعني بلكونة شيء بارز ظاهر. من تشرف لها، من اظهر رأسه ومد عنقه واظهر صدره للفتن، تستشرف، ستهلك، ستقطع رقبته. من تشرف لها تستشرف، فمن وجد، شوف النبي يقول ايه، خلي بالك لان ده العلاج وهنرجع له تاني بعد كده، ربما ملحقش الحلقة دي، لكن خلي بال حضرتك منه. قال عليه الصلاة والسلام: فمن وجد ملجأ او معاذا فليعذ به. ما تعملش فيها عن طرب من شداد، ما تقولش لا انا قد الفتن، والله العظيم ما تقدر ابن الحبيب، والله ما تقدر. انت معاك تليفون محمول او نقال وعليه اسم فتاة ليست طيبة، ليست صالحة، ليست على دين، ليست على خلق، لست على علاقة شرعية بها، وتتصل عليك ساعات طويلة بالليل، ما تقولش لا أنا متمكن من نفسي وأنا مش هتصل ومش هرد. لا، أنت أضعف من ذلك. إلغي الاسم، امسح الاسم، إلغي الرقم. ما تقوليش أنا حاطط الكمبيوتر في الغرفة الخاصة وأنا داخل على موقع من مواقع الإنترنت أو متصل بالشبكة وأنا إن شاء الله في مأمن، ما تخافش عليها يا شيخ، أنا أقدر بإذن الله أحمي نفسي وما تخافش عليها. لا، لوحدك في الحجرة وهتقفل الباب وهتقفل الشبابيك وهترخي الستائر، مستحيل. أنا بقولك مستحيل، أنا بكلمك كابن ليا، مستحيل، وبكلمك كأخ ليا. كم من بيوت فسدت، كم من بيوت خربت، كم من علاقات أسرية هدمت، كم من امرأة طلقت بسبب هذا الوباء والبلاء، بسبب الزنا الذي دخل كثيرا من البيوت الآن عبر الشاشات وعبر المواقع الإباحية على الإنترنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أنت ضعيف وأنا ضعيف، أنا ضعيف وأنت ضعيف. اوعى تعرض نفسك للفتنة أبدا، اسمع كلام الصادق. فمن وجد ملجأ أو معاذا، معاذا يعني وجد مكانا يتعوذ يتحصن به من الفتن، يلا بسرعة إلجأ إليه بعد لجوئك للحق تبارك وتعالى. قد يكون هذا المعاذ أو الملجأ في القرآن الكريم، في الصاحب الطيب، في العالم الرباني، في الفضائية الطاهرة، في شريط الكست الطاهر العف، في الصحبة الخيرة. قد يكون هذا الملجأ أو المعاذ في كتاب الله جل وعلا، في قيام الليل، في الصحبة الطيبة، في مجلس من مجالس العلم، في عمل من أعمال الخير، في دار من دور تحفيظ القرآن، في دار من دور الإنفاق على الفقراء واليتامى والمساكين. إلجأ إلى الله جل وعلا، ثم إلى أي ملجأ أو معاذ آخر لتتحصن فيه بالله تبارك وتعالى من الفتن.
ابن الحبيب ابن الغالي، أنا بأخاطبك بقلب، والله خطاب قلب لقلب وخطاب روح لروح، لأنك ولدي ولأنك ابني ولأنك ابنتي ولأنك أخي ولأنك أختي. أوعى تعرض نفسك للفتنة، لأنك لا تضمن أبدا كيف يكون حال قلبك إذا وقعت الفتنة. لا يمكن أبدا حد يقول لي لا أنا ضامن، لا 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 لا. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. ده كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. طب والله تسمع رواية تانية، يا الله من أرق وأجمل ما قرأت، رواية في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في رواية أحمد وفي رواية أبي داود: متى ذلك يا رسول الله؟ متى يكون ذلك؟ فقال الصادق: أيام الهرج. الله أكبر، أيام الهرج. شايف الصادق لا ينطق عن الهوى، أيام الهرج. الهرج يعني الفتن، كلمة الهرج يعني الفتن، أيام الهرج. فقال عبد الله بن مسعود: ومتى ذلك يا رسول الله؟ يعني متى تقع أيام الهرج هذه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حين لا يأمن الرجل جليسه. الله، لا إله إلا الله. أقف عند دي ولا عديها؟ ها، أقف عندها ولا عديها؟ ما نعديها وخلاص، لأنها تعمل لنا مشاكل، هتعمل لنا مشاكل. طب نسمع الحديث ثاني، نسمعه وكفاية كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول له عبد الله بن مسعود: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: أيام الهرج. قال: ومتى ذلك يا رسول الله؟ متى تقع أيام الهرج؟ فقال الصادق: حين لا يأمن الرجل جليسه. حين لا يأمن الرجل جليسه، لا تأمن أن تتكلم كلمة في مجلس، لا تأمن. ستصل هذه الكلمة قد وضعت عليها البهارات والتوابل والمكسرات بقى كمان بالمرة عشان تبقى يعني سمك لبن تمر هندي، لا يمكن أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتمزق الأواصر والعلاقات بسبب هذه الخيانات البشعة، خيانات المجالس. والصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: إنما المجالس بالأمانة. يا الله، والله العظيم لو طبقت الأمة حديثا واحدا من أحاديث الصادق لسعدت في الدنيا والآخرة. إنما المجالس بالأمانة. يا أخي أنا جالس معاك وتعبان وصدري فيه ضيق، وجلست معاك وفضفضت بكلمتين، قلت كلمتين، ما خلاص يا أخي اتق الله واستر. ما تروحش بقى الكلمتين دول يبقوا 20,000 كلمة والتليفونات تشتغل، ما يرضي، لا يرضي الله عز وجل هذا. إنما المجالس بالأمانة، أعوذ بالله. يجلس أخوك إلى جوارك ليحدثك بما في نفسه، فلا تبيت إلا وقد أفشيت سر أخيك. هذا خلق؟ هل هذه رجولة؟ هل هذه أمانة؟ لا والله، لا والله. المؤمن مؤتمن صادق يحفظ السر ويحفظ العهد، والمنافق خائن للسر وللعهد وللوعد. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: وإذا اؤتمن خان. حين لا يأمن الرجل جليسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعشان حضرتك تتصور معايا أكثر وأكثر، خذ هذا الحديث العجيب الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث الحب بن الحب، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: حين أشرف على أطم من آطام المدينة. أطم
يعني على مكان مرتفع من الأرض. صعد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم على مكان مرتفع من أرض المدينة على أطم من أطام المدينة، ثم خاطب الصحابة رضي الله عنهم وقال: هل ترون ما أرى؟ صلى الله على الصادق، أنتوا شايفين اللي أنا شايفه؟ هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأرى الفتنة. يا الله، ده للصحابة. إي والله، إني لأرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، أي كوقع المطر. يا الله يا الله، اللهم سلم سلم يا رب. الكلام ده للصحابة، الكلام ده للصحابة. معقول؟ أيوة، فعلا وقعت الفتن في بيوتهم كوقع القطر، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا، مش شايفين، مش شايفين اللي الرسول عليه الصلاة والسلام شايفه. قالوا: لا يا رسول الله. قال: إني لأرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، أي كوقع المطر. حضرتك متصور معاه كثرة الفتن بالكلام ده؟ أنا لسه ما فصلتش، بس عاوز أديلك خلفية كاملة عن الفتن لغة واصطلاحا، وخطر الفتن، عشان تتصور خطر اللي أنا بقوله، وعشان تتصوري يا أماه ويا أختاه ويا بنتاه خطر ما أؤصله الآن. والله العظيم، والله العظيم، أنا أعتقد أن الأمة في حاجة إلى هذه الحلقة لتقل على الأقل كل أسبوع مرة، تكرر كل أسبوع مرة، عشان نستعرف خطر الفتن. لأني كما ذكرت لا أعلم زمانا انتشرت فيه فتن الشهوات والشبهات كزمن الإنترنت والفضائيات أبدا. إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. ولذلك صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، الذي قال في حقه: مولاه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، كان يعلم الصحابة رضي الله عنهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. حضرتك متصور؟ بس ما بتصليش على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل التأصيل الجميل ده. كان صلى الله عليه وسلم، ويريت يعني صلى الله عليه وسلم، مصلى وسلم، صلى وسلم، ما تقول يا أخي صلى الله عليه وسلم، أنت مكسل، مكسل تقولها صلى الله عليه وسلم، ليه بنأكلها كده ونكتب صلعا ونكتب صاد؟ بالله عليك، ده أدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله أبدا. وسبحان الله، يعني مما آلمني أيضا وأنا في المسجد النبوي الشريف صلى الله وسلم وبارك على ساكنه وعلى صاحب القبر الشريف وصاحب الروضة المنيرة، تألمت غاية الألم، غاية الألم، وأنا أرى بعض الناس في هذا المكان في الروضة وأمام القبر الشريف يتحدثون في الهاتف النقال أو المحمول بصورة غريبة جدا. والله بكيت بالدمع، والله بالدمع. معقول الكلام ده ناس؟ فين الأدب؟ ازاي يا عم انت تتكلم في المكان ده في ازاي تمسك المحمول هنا، ازاي تمسك الهاتف في المكان ده وتتكلم بصوت عالي، تتكلم بصوت عالي وعمال تقول الاخ عمله انت حجزت والحجز كويس مؤكد، مؤكد في المقام ده، في المقام ده لا يليق. هذا سوء ادب، هذا سوء ادب بالغ مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي لا يجوز لك أن ترفع صوتك في حضرته صلى الله عليه وآله وسلم، لا وهو حي ولا وهو الآن بين يدي ربي جل وعلا، لا يجوز، لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يا مولانا الشيخ، ده هو كان موجود صلى الله عليه وآله وسلم، لا وهو الآن أيضا بين يدي ربه، لا يحل لك أن ترفع صوتك في حضرته عليه الصلاة والسلام أمام القبر الشريف. روى الإمام البخاري وغيره عن السائب بن يزيد قال: بينما أنا واقف في المسجد إذ حصبني رجل بحصاه
يعني رماه رجل بحصات صغيرة. قال فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأشار إلي تعالى، فذهبت إليه فقال ائتني بهذين الرجلين، وأشار عمر بن الخطاب على رجلين إلى جوار القبر الشريف في المسجد النبوي، ائتني بهذين الرجلين. فذهب السائب بن يزيد وأتى بالرجلين لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لهما عمر من أين أنتما؟ قالا من الطائف. قال لو علمت أنكما من أهل البلد لأوجعتكما، أي لأوجعتكما ضربا. ثم قال عمر ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ لا يليق. فين الأدب؟ فين الأدب؟ فين الخلق؟ فين الحب؟ فين التوقير والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقتقف بأدب أمامه عليه الصلاة والسلام. لا أريد أن أخرج، لكن هذا أيضا لا يخرجنا عما نحن فيه. نسأل الله أن يرزقنا الأدب وأن لا يخرجنا أبدا من مقام الأدب. اسمع إلى الرحمة المهداة والنعمة المسداة. كان صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه يعلم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن الكريم. ايه الدعاء ده؟ اظن ده يعني ده مقدمة، مش هقول مشهية، لا ده مقدمة تحفزك لحفظ هذا الدعاء الذي يعلمنا إياه رسول رب الأرض والسماء كما كان يعلمه أصحابه رضوان الله عليهم الآية من كتاب الله جل وعلا. والحديث رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس كان رسول الله ما تصلي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن الكريم. خلي بال حضرتك ايه الدعاء؟ كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، وفي لفظ ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. لا تاني، عاوزين نسمعه كمان مرتين لو سمحت يا مولانا عشان نحفظ هذا الدعاء. وانت لسه مش حافظه؟ معقول؟ طب ماشي هنقوله كمان مرتين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هنتكلم عن الدجال بالتفصيل بقى ما نيجي نتكلم إن شاء الله عن الإيمان باليوم الآخر، هنتكلم بالتفصيل بإذن الملك الجليل. ممكن تاخد بقى 50 حلقة ولا 60 حلقة بحسب ما يسر الله تبارك وتعالى. نتكلم بقى عن علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى بالتفصيل بإذن الله تعالى. يعني ما رناش حاجة، طالما في العمر بقية عايشين إن شاء الله في هذا البستان الياني الماتع. أسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة الموحدين، وأن يحشرنا في زمرة إمام الموحدين وقدوة المحققين صلى الله عليه وآله وسلم. نسمع الدعاء تاني المرة الثالثة بقى. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ايه الشاهد في الدعاء؟ ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. لا مش فاهمين دي يعني ايه الكلام ده. يعني نعوذ بك من فتن الحياة، فتن الشهوات والشبهات. طب والممات؟ فتنة خطيرة، فتنة تانية خطيرة. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن مسألة عرض الأديان على الإنسان إذا نام على فراش الموت، فقال من الناس من يعرض عليه ومنهم من لا يعرض عليه، يعني منهم من يتعرض لهذه الفتنة ومنهم من لا يتعرض. واستدل بعض العلماء بصدر حديث في صحيح مسلم أن الشيطان يتعرض لابن آدم في أموره كلها، سواء كان في حياته أو على فراش الموت أو في هذه اللحظات الأخيرة، لحظات السكرات،
وقد جاء للإمام أهل السنة الإمام أحمد وقد ثبت ذلك بسند حسن. تعرض الشيطان لإمام أهل السنة لأحمد بن حنبل وهو على فراش الموت، الإمام يقول لا بعد لا بعد لا بعد، إيه ده؟ فلما أفاق قال له ولده يا أبتي ماذا تقول؟ يقال له قل لا إله إلا الله، والإمام يقول لا بعد لا بعد. قال يا بني شيطان جالس بحذائي أي عند رأسي يقول لقد فتني يا أحمد، ولو فتني اليوم ما أدركتك بعد اليوم. والإمام يقول لا بعد لا بعد حتى يموت على شهادة التوحيد وعلى كلمة لا إله إلا الله، فالموت فتنة فتنة خطيرة، والسكرات شديدة والكروبات شديدة، وقد لا يتصور كثير منا خطر السكرات والكروبات. كان رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر من شدة ما عانى، قالت أم المؤمنين عائشة وقد مات على صدرها بين حاقنتها وذاقنتها، تقول رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق: والله لا أكره شدة الموت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعدما عاينت ورأيت حال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والله لا أكره شدة الموت لأحد بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموت كان عليه الصلاة والسلام يمد يده في قدح من الماء ويمسح العرق عن جبينه الأزهر الأطهر الأشرف الأنور ويقول إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. وفي رواية في غير الصحيحين: اللهم هون علي سكرات الموت. وفي يعني سندها حسن وبعض أهل العلم ضعف إسنادها. سبحان الله، موت له سكرات وله كروبات، ففيه فتنة، فتنة عند الموت. ممكن ولا حول ولا قوة إلا بالله إنسان ينام على فراش الموت يقال له قل لا إله إلا الله فيقول 1000 2000 3000 دولار 5000 دولار. والله حدث، والله حدث، قلبه معلق بالدولار بالدرهم والدينار، وآخر بفضل الله ينطلق، يسر الله عليه النطق بكلمة التوحيد. اقسم لي بالله طبيب، يقسم لي بالله طبيب فاضل من إخواننا، يقول من أغرب ما رأى دخل عليه رجل من أهل الفضل من أهل القرآن الصادقين، من أهل القرآن الصادقين الربانيين، وفي منافق يقرأ القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام، في منافق يقرأ القرآن، أسأل الله أن يجنبني وإياكم النفاق. فرجل من أهل القرآن قل وجه منير لحية بيضاء وجه مشرق، ودخل يعمل عملية، فأول سؤال سأله للطبيب قال له يا دكتور العملية تستغرق قد إيه؟ قال له من 4 إلى 6 ساعات. فبقول بكى، فقلت له يا والدي ما تخافش، أنت راجل ما شاء الله يعني مسلم وراجل مؤمن وجهك عليه النور والصلاح. قال له لا يا ابني أنا مش خايف، أنا مش خايف. قال أمال بتبكي ليه؟ قال له أنا ببكي لأن حزين إن هيفوتني النهاردة الورد القرآني اليومي. الله 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 الله، حزين اني مش هقدر اقرأ النهاردة وردي اليومي من القرآن. فالطبيب يقول لي انا شعرت بضآلة شديدة جدا لنفسي وحقارة، رجل داخل يعمل عملية وبيفكر في ورد القرآني. بقول انا تذكرت انا بقالي قد ايه ما قرأتش في المصحف، اول شيء خطر في بالي انا بقالي قد ايه ما قرأتش في المصحف. في ناس لا تفتح المصحف إلا من رمضان لرمضان، إلا من رمضان لرمضان، وبعض رمضان بيدخله في الشنطة الأطيفة الجميلة وخلاص إن شاء الله بقى الموسم القادم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالطبيب يقول شعرت بحقارة، يقسم بالله يقول والله يا شيخ محمد. قال لي يا ابني طيب لو سمحت خليني أنا متوضي وما تدينيش البنج، طبيب اللي هيديني البنج ما يدينيش حقنة البنج إلا بعد ما أقرأ جزءا كاملا من القرآن.
قال له بتقرأ وردك قدي؟ قال له بقرأ كل يوم ثلاث أجزاء، يعني بيخلص كل عشرة أيام يخلص القرآن مرة من حفظه. فقال له مقرأ جزءا ويعني أنتهي من قراءة الجزء، الطبيب يتفضل يديني حقنة البنج وتوكل على الله. يقول لي والله يا شيخ، دخل الطبيب بعدما قرأ جزءا من كتاب الله جل وعلا وأعطاه حقنة البنج وخلاص خدر، يقول والله ما توقف عن قراءة القرآن حتى انتهت الجراحة كاملة وحتى أفاق من البنج وهو يقرأ كتاب الله جل وعلا. أرواح معلقة، قلوب معلقة بالقرآن، معلقة بالله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا وإياكم من هؤلاء أهل الفضل وأهل القرآن العاملين الربانيين. فاحفظ الدعاء واستعذ بالله من فتنة الحياة، فتنة المحية، شهوات وشبهات، ومن فتنة الممات. طيب دي كانت مقدمة في خطر الفتن. لسه عاوز أتكلم عن أنواع الفتن اللي بيتعرض إليها أولادنا بصفة خاصة والمسلمون والمسلمات بصفة عامة، وأركز على العلاج والمخرج من هذه الفتن في كلمات دقيقة ومحددة وقليلة بإذن الله تبارك وتعالى، ذلك في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وهذه الساعة قد مضت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يحفظ نساءنا، وأن يستر بناتنا، وأن يربي لنا أولادنا، وأن يقر أعيننا وإياكم بأزواجنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلاد المسلمين من كل فتنة ومن كل مكروه ومن كل سوء. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، وأن يصلح شبابنا، وأن يهدينا وإياهم إلى الحق، وأن يجنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.